من 2006، احنا اليوم ب 2016 لم تتحرك الحكومة في أي إنجاز وبأي عمل في عملية تفعيل هذه الاستراتيجية الوطنية للسياحة. لو تحركت السياحة بالكويت راح يتحرك 35 قطاع، يبدأ من قطاع الإنشاءات والمباني إلى قطاعات المطارات والطيران إلى قطاعات مختلفة من كافة المنتجات. فإذا السياحة هي محرك اقتصادي مهم.